قبل ما نطلع للمباراة ان نادي الجزيرة كان البنج بتاعه كان باللعيبة كلهم 7 أو 8 لعيبة. دي مراسم على فكرة يا كابتن آسف، النقطة دي مراسم تسليم الجوائز، تسليم الجوائز بنينا النادي لحضراتكم اليوم على الهواء. لسه يمكن في كؤوس للاعبات، في اكيد اللعبات. هنعرف اللاعبات دي كانت ايه. بس خلينا استكمل طبعا ترحيب بضيوف الكابتن طبعا نبيل بخيت، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني لفريق الرجال ومدير فني السيدات ورئيس قطاع الناشئات حاليا. اهلا بك يا كابتن نواف. اهلا بك، الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بطوله كانت غايبه بقى لها فتره. الحمد لله النهارده البطوله يعني الاهلي كان متفوق من اول كوارتر. الأول كوارتر تقريبا كان فرق فوق برضو العشرة بونت، 24-16 يعني 8 بونت تقريبا. كملوا في الكوارتر الثاني، كان في بعض التراخي في بعض الأوقات، بس ما نبرخص النادي الجزيرة برضو حقه إن عمل مباراة كبيرة. السكور طالع فوق ال 80 بونت هنا وال 70 بونت. خليني معلش يا كابتن اقطع حضرتك، يعني مراسم تسليم الجوائز موجود في الملعب الحقيقه استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وموجود كمان الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي. الحقيقه وجود 3 أعضاء مجلس اداره في النادي الاهلي فده اللي يدل على اهتمام مجلس الاداره بالالعاب الاخرى والعاب الصالات، خاصه انه يعني فريق كره السله السيدات بطوله غايبه بقالها فتره، وده يعني بطوله كانت مهمه زي ما قال كابتن ايهاب الالف وزي ما قال كابتن نبيل بخيت في يعني ضيف في الاستوديو، قال ان البطوله كان مهم ترجع. فالحقيقه حرص مجلس اداره النادي الاهلي على التواجد بشكل مكثف جوه صاله الامير عبد الله الفيصل ده يدل ان المجلس متابع بشكل جيد نشاط الالعاب الاخرى، بل بالعكس داعم. هو ده النادي الاهلي وهو ده الحقيقه المنتظر من مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ. خلينا اقول كمان كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي اللي تولى المسؤوليه منذ اقل من شهر، الحقيقه دخل على الجد على طول بطولات كتيره، يمكن اهمها ال5 بطولات اللي جايين، بطولات افريقيا زي ما شايفين حضراتكم طبعا الكابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره، المستشار تامر عبد الله نائب رئيس، عندك كمان طبعا اعضاء مجلس اداره الاستاذ محمد الجارحي والاستاذ طارق قنديل والاستاذ محمد الضماطي، كمان شايفين استاذ كابتن رؤوف عبد القادر. الحقيقه طبعا يعني تنظيم جيد داخل النادي الاهلي، بطوله كان شكلها جميل، بطوله غايبه، الف مليون مبروك. وعدتونا ان انتم مش هتسيبوا بطوله لما تاخدوها الحقيقه، ودي تاني بطوله ان شاء الله، لسه عندنا بطولتين. يمكن كابتن ايهاب الالفي كمان قال ان البطوله اصبحت ماضي خلاص بعد ما كمان، والاستاذ محمد سراج الدين موجود الحقيقه كمان بلغوني داخل النادي، يعني 4 أعضاء مجلس اداره يعني داخل صاله النادي الاهلي، ده يدل على اهتمام الفائق بالالعاب الاخرى في بطوله زي بطوله القاهره، والدعم اكيد مستمر من مجلس اداره النادي الاهلي للالعاب الاخرى. الحقيقه الواحد بيبقى سعيد في الاستوديو لما بيشوف الدعم ده، لان في الاخر ده بيترجم لبطولاته، بيترجم لانتصارات تسعد جمهور النادي الاهلي وطبعا محبين النادي الاهلي. خليني برضو ارحب بضيف الثالث اللي منورني طبعا كابتن عمر هاشم مدير فني فريق 2006 وكمان لاعب النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هاشم، الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجهاز الفن واللعيبه والجمهور النادي الاهلي الكبير والاداره النادي الاهلي برئاسه كابتن خطيب، وارد لك طبعا لنادي الجزيره، يعني ادى مباراه كبيرة. جيده. خلينا نقول برضو ترتيب الفرق، الاهلي الاول، الشمس الثاني، هليوبلس الثالث، الجزيره الرابع. يمكن هنا نادي هليوبلس بيستلم جوائز المركز الثالث من طبعا اعضاء مجلس اداره منطقه القاهره، وكمان طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين داخل الصاله. خلينا نقول برضو ان كابتن او مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب عمل حفل تكريم، كان في فريق السيدات لكره السله بيتكرموا على حصولهم على بطوله المرتبط. خلينا اقول انه يعني في التكريم كان الهدف منه هي ايصال رساله ان مجلس اداره النادي الاهلي على درايه كويسه او درايه كامله بنشاط الالعاب الاخرى، وكمان التكريم في وسط الموسم يبقى ليه معنى ان خلاص زي ما قال كابتن الخطيب اي بطوله بتنتهي بتبقى ماضي، الحاضر هو الاهم. في 5 بطولات افريقيا زي ما شفنا، ده اول رد من فريق السيدات على التكريم ان احنا قد التكريم وقد المسؤوليه وبناخد بطوله ثانيه اللي خسرناها السنه اللي فاتت الحقيقه من نادي الجزيره في ملعبنا، ولكن ده بيدل على يعني ان في عزيمه وفي اراده. الف مبروك كابتن ايهاب الالفي الحقيقه، كابتن محمد جاد، كل الجهاز الفني، مش عايز انسى حد، الف مليون مبروك، هارد لك كابتن، يعني فريق نادي الجزيره الكابتن عمرو توفيق والكابتن محمد مصطفى السيد. الحقيقه عملتوا اللي عليكم، في اصابات، مباراه كانت جميله، مباراه كان يعني فيها طبعا باسكت بول.
دول طبعا ابطال النادي الاهلي طبعا داخلين يستلموا الجوائز. خلينا نقول انه ده المركز الاول او ميداليات المركز الاول، دهاله شعراوي طبعا نجمه الفريق النهارده، هي وريم الحقيقه كانوا سوبر ستارز النهارده. طبعا ريم موسى، عندنا يعني مجموعه اللاعبات، يعني انا مش عايز انسى حد مش لاحق اقول اساميهم، يمكن داخلين بسرعه بيستلموا الجوائز. خلينا نقول ان البطوله دي كانت غايبه عن النادي الاهلي بقالها فتره طويله، يمكن النادي الاهلي الدوري رجع، يمكن كان برضو بعيد ورجعناه. بطوله القاهره النهارده يمكن السنه اللي فاتت خسرناها، وقبل كده فتره ما خدناهاش، فكانت ليها معنى تاني خالص وجودنا، او يعني مكاننا الطبيعي على منصه التتويج المركز الاول. الحقيقه يعني بطوله مهمه في توقيت مهم، اكيد طبعا لسه في بطولتين لفريق السيدات، في بطوله السوبر اللي هتبتدي كمان ايام بسيطه يعني، وده طبعا مجهود كبير على اللاعبات. هيبقى بعديها اكيد او خلال المباريات اكيد مباراه كاس مصر، يعني كل التوفيق ليهم، وتالي البطولات اللي جايه هي الاكبر. خلينا ارجع طبعا لضيوفي كابتن شريف، يعني يمكن مجهود كبير يعني، كابتن ايهاب الالفي كمان بيكرم طبعا من يعني من مجلس اداره منطقه القاهره، وعلى المركز الاول الف الف مليون مبروك احتفال اللاعبات بالكاس. كابتن شريف، خلينا نقول ضغط المباريات، المجهود الكبير على اللاعبات، محتاجين راحه الفتره دي عشان يبقوا مستعدين سواء في الاهلي او الجزيره لمباريات السوبر. اكيد ان الجزيره عنده اصابات، فعايزين محتاجين فتره راحه. الجزيره البنش بتاعه محتاج كمان تنشيط، ان النهارده رضوى سالم وندى نافع هما الاثنين البوزيشن الطوال اللي تحت الباسكت، وصل في المباراه ان بيلعب برضوى سالم بس، واربعه يا كابتن معلش انا اسف حضرتك، انا اسف. اتفضل كابتن الفريق بتتسلم كاس البطوله مبروك من طبعا الاستاذ محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ طارق قنديل، والاستاذ محمد ضماطي، والاستاذ محمد الجرحي. تستلم كاس البطوله دينا عمرو كابتن الفريق، الف مليون مبروك. لحظه جميله الحقيقه، تتويج زي ما احنا شايفين طبعا، لحظات ما بتنساش طبعا، يعني يمكن المنظر ده شفناه منذ اقل من شهر يعني في بطوله المرتبط. الف مليون مبروك، تستحقوا تعب مجهود شغل، يعني الحقيقه الواحد